أسهل وأبن كيكة تنجموا تعملوها من غير حتى تعب. باردة تعمل الكيف، تجي غطسة في الشوكولاتة متاحة تدوخ بالبنة. باش نستعملوا الكيس نوزنوا به كل شيء. الكيس متاعي يوزن 220 مليلتر. خديت الخلاط حطيت فيه كيس حليب، كيس زيت، كيس سكر، نص كيس كاكاو، ونحطهم يتخلطوا مع بعضهم بالقدا. وبعد ما خلطناهم باش نهز كمية كيس نخلوه على جنب نستحقوه للزينة، والباقي باش نزيدو عظمتين نعاود نخلطو ونصبو في صحفة ونكمل نزيد بقية المكونات. خديت كيس فارينة ومغرفة كبيرة خميرة باش نغربلهم ونخلطهم مع بعضهم. هذا الخليط متاعي اللي تحصلت عليه. دهنت المول متاعي بشوية زيت ونصب فيه الخليط، ندخله للفور على 180 درجة مدة 25 دقيقة، وكل واحد والفرن متاعو. الوقت اللي تطيب نخرجها ونخليها تبرد، ما تعملوش كيفي، خليتها سخونة تشربت للسوائل الكل. حطيت نص الكمية متاع الشوكولاتة والباقي زدته شوية حليب ومغرفة كبيرة نوتيلا، تنجموا تزيدوا الشوكولاتة ذايبة. خلطهم مع بعضهم بالقدا وصبيتهم على الكيك. زينت بالفستق، تنجموا تزينوا باللي تحبوا. وصحة وبشفاء ليكم.